تلالم حول الحرب في العراق على الحفل 82 لتوزيع جوائز الأوسكار، متفوقا على فيلم أفاتار أكثر الأفلام كلفة في تاريخ السينما، وحاصدا بذلك 5 جوائز خلال ليلة تاريخية في هوليوود. عشرة أفلام شاركت في المسابقة، منافسة شرسة وفوز غير متوقع لذا هيرت لوكر كأفضل فيلم في الحفل 82 لجوائز الأوسكار. ذا هيرت لوكر فيلم منخفض التكاليف يتابع يوميات نازعي ألغام أمريكيين في العراق. كاثرين بيجلو مخرجة الفيلم فازت بجائزة أفضل مخرجة لتصبح أول امرأة على الإطلاق تحصل على هذا الشرف، هي التي كانت تنافس زوجها السابق جيمس كاميرون عن فيلمه أفاتار. أفاتار الملحمة الخيالية ثلاثية الأبعاد لم يفز في النهاية إلا ب3 جوائز أوسكار عن المؤثرات الخاصة والإدارة الفنية والتصوير. جائزة أفضل ممثلة فازت بها ساندرا بولوك عن دورها في فيلم The Blind Side، وحقق الممثل جيف بريدجز جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في Crazy Heart. معي على يميني في الاستوديو المخرج السينمائي مهدي هميلي، مرحبا بك. مرحبا، شكرا. كيف نفسر تفوق فيلم خزانة الألم على فيلم أفاتار، الفيلم الأكثر تكلفة في العالم وفق ما قيل في تاريخ السينما؟ السنة هذه كان أفضل الأفلام، يعني المسابقة كانت سيئة للغاية، يعني فيلم أفاتار فيما أفلام أخرى كانت من ناحية الفنية المسابقة كانت هزيلة نوعا ما مقارنة بالسنوات السابقة، وفيلم خزانة الألم كان أفضل فيلم من الأفلام الـ10 المتواجدة يعني بكل صراحة. فما كانش بعد النجاح الجماهيري الساحق لأفاتار ما كانش معقول أنه ياخو أكثر جوائز، جائزة أحسن فيلم وأحسن إخراج، يعني خذ جائزة الصوت ولكنه حقق أكثر الإيرادات، ربما الاطلاع فقط المشاهدين ورغبة في الاطلاع على محتوى هذا الفيلم الأكثر كلفة. حقق إيرادات كبيرة، لكن أعتقد حتى الفيلم أحسن فيلم أو أحسن جائزة في هوليوود اللي هو خزانة الألم كان فيلم متوسط للمستوى مقارنة بالأفلام السابقة. في هناك ربما بعد سياسي لاختيار هذا الفيلم، خاصة أن هناك انتخابات عراقية الآن، حرب لا تلقى رواجها في العراق. ليس بالصدفة، أعتقد أنه أتذكر في 2003 لما مايكل مور أخذ جائزة الأوسكار وانتقد الحرب مباشرة، كل الصالة كانت تزفر ضد مايكل مور. اليوم بعد 10 سنوات 7 سنوات الناس تصفق، نوع من شراء الخطايا بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للسينما في الهوليودية. في كلمة ربما، هل يمكن القول أن الأفلام العلمية الخيالية لا تلقى رواجا في الأوسكار؟ نعم، لا تلقى رواجا لأنها أفلام تجارية بالأساس. أشكرك جزيلا. شكرا. في الأستوديو المخرج السينمائي مهدي هميلي على الإضاءة. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.